من روسيا لألمانيا، حذر تقرير ألماني من حدوث مشكلة ما يسمى بإجهاد، إجهاد ما بعد كورونا نتيجة للضغوط الاجتماعية اللي بدأت تظهر حالياً بعد رفع الكثير من القيود على اللقاءات والتنقلات بين الأفراد وعودة الحياة بشكل شبه طبيعي للشوارع والمدن الألمانية. دكتورة دينا هلالي، أستاذ الطب النفسي، برحب بيكي. أهلاً بيكي أستاذ خلود، أهلاً بيكي. أهم الأعراض اللي ممكن تظهر على الإنسان بعد فترة طويلة من العزل، بعد كده عودة النشاط الاجتماعي مرة تانية، بعض الناس بتقول إنه ممكن هو يعني بيبقى عايز يعوض اللي فاته، هل ده بيمثل خطورة نفسية أكثر من جسدية؟ خلينا نقول إن إحنا يعني أوريدي مرينا بفترة طويلة صعبة فيها تفاصيل كتير مؤلمة ما بين مرض وما بين ناس قريبة مننا بنفارقها وما بين ترقب لحالة هل إحنا ممكن يحصل لينا إن إحنا نصاب ولا لأ. فخلينا نقول برضو العزل المنزلي كان فترة إحنا قعدنا فيها بعيد عن كل الناس اللي حوالينا، فترات شغل معينة، اللي بيروح شغل بيروح في وقت معين أو يمكن مش بيروح خالص. فإحنا في الوقت الحالي مثلا مع الفتح وبداية الانفتاح شوية، الناس عندها حالة من يعني أو شعور كده إيه، يعني إحنا عايزين نعوض بقى اللي فات، وكأن كورونا بالنسبة لنا انتهت. الحقيقة ده بيعمل توتر، بيعمل قلق، بيعمل ضغوط نفسية، ده غير إن إحنا أصلاً عندنا بقايا اكتئاب يعني. أو يمكن الواحد مش ناقص والله يا دكتور. أو يمكن أصلاً نقدر نقول إن إحنا أساساً ما تعافيناش من القفلة بتاعت الاكتئاب الشديد اللي إحنا مرينا بيه نتيجة زي ما قلت لحضرتك للترقب يا أستاذة خلود، اللي إحنا كنا طول الوقت خايفين ان احنا يعني ارواحنا او ارواح الناس اللي حوالينا ممكن تنتهي في لحظه للاسف. طب دكتور دينا، خليني اسال حضرتك، يعني الاطفال يمكن من هم اللي يعني بصراحه صعبانين علينا جدا، لان هم ما عاشوش حياتهم خالص، بقى لنا تقريبا سنتين دلوقتي، داخلين على سنتين عزل، والانشطه ما فيش خروج، ما فيش فسح، فهم يمكن اكتر الفئات العمريه المظلومه الاطفال، فنعوضهم ازاي او نعمل ايه علشان برضو نرفه عنهم، لان هم يمكن يعني ما عاشوش حياتهم خالص. يعني احنا الاطفال في انشطه كتير، يعني عارفه انت هي لو على حد ولادنا في انشطه كتير، بس احنا ما تعلمناش احنا بنستسهل. ايوه بالظبط كده، هم اتعودوا ان احنا دايما في النادي، اتعودوا ان احنا دايما خارجين بره وان دي وسائل الترفيه في بلاي جراوند. بالظبط كده. لكن احنا لو رجعنا لليوتيوب يا استاذ خلود وشفنا ايه الانشطه اللي احنا ممكن نعملها جوه البيت، هتلاقي ان الشخص البسيط ماديا اللي مش قادر يودي النادي هو عنده انشطه ممكن يعملها في البيت ويرفه بيها عن ولاده اكتر من الانشطه اللي ممكن الطفل اللي قادر يروح النادي يعملها. ابسط التفاصيل اللي عندنا في البيت، يعني انا بدعو الامهات بس، كلنا معانا تليفونات وكل الامهات معاها تليفونات، تفتح بس اليوتيوب تشوف الانشطه اللي ممكن تخلي ولادها تمارسها في البيت. احنا ممكن نلون في البيت، احنا ممكن نجمع بقايا الام مش محتاجاها في البيت، نقدر نعمل بيها تفاصيل صغيره صح. الطفل يحبها. برضو احنا مش بنقول ما نروحش، بس احنا بنقول ما ننفتحش، يعني ما تعرضيش ابنك للضرر، وخصوصا ان احنا كورونا ما انتهتش بالنسبه لنا الانتهاء اللي يخلينا نبقى مطمئنين. وحتى مع التطعيمات احنا بنقول احنا محتاجين نكمل على الاجراءات الاحترازيه الموجوده. صحيح، ولازم نهتم زي ما بنرفع عنهم لازم كمان نهتم بصحتهم، وهي يعني فتره وان شاء الله تعدي على خير. دكتور دينا الهلالي، استاذ الطب النفسي، شكرا ليكي.